عندك وعاودي لينا المشكل. السلام عليكم خويا. المشكله خويا عندي هو المشكل هو بين الراجل ديالي انا كما كيقولوا شلوح افقير، يعني افقير هو كنت في اسبانيا كان خدامه في اسبانيا وداكشي. المهم ولده هو توفى في 2002، خلى لي 4 الوليدات، 3 البنيات ووليد. المشكل ديالي هو ما عندي حتى شي حاجه، هاد السيد هذا ما كيملك لا ارض ولا دار ولا حتى شي حاجه. ودابا كيقول لك مشى رفع دعوه بانه هو كان يد لي، انا ما عرفتش شنو دار في ديك الورقه، دار فيها غير زور، غير كاتب عمومي ماشي يعني عدليه ولا غير كاتب عمومي. ومشى رفع بيا دعوه على اساس بان ما هو سلم الدار لديك الدراري، وهذيك الدار هو ما عندوش اصلا لا اصل ملك، ماشي دارو، ما عنده حتى شي حاجه. هو كان كيدير رايسه باركو ديال البحر وسنين، والناس عارفينه في اورير. انا ساكنه في مدينه اورير في الطريق ديال تغازوت في اكادير. هاد السيد هذا ما عنده حتى شي حاجه، ما كيملك حتى شي حاجه باش يجي، ولا حتى ولدو هذاك الوقت عارفين الجيران، لان انسان كتعيش معاهم 30 عام. دابا انا عندي 30 عام تماك، ما عنده لا دار لا حتى شي حاجه. مشى قال لهم انا كنسلم لهاد الدراري الدار، اصلا هو ما كيتحامش مع الدراري. اولادي ما عندوش معاهم بتاتا من نهار اللي قبل. شنو هو الاساس باش هذيك الارض اللي بنيت انا فيها فاورير ديال عمامو، ديال عمامو هو هاد بين الراجل هو اللي عطاوني ديك 60 متر، 60 متر عطاوها ليا. وانا عندي الوراق وعندي الوثائق باش كنت كنبني، باش طلعت الدار، باش صلحتها. المهم انا هذوك الناس انا كنشكرهم هذا المنبر، لان ما هما مساكن ما وصلونيش. قال لي انا مزيان، حنا منين جمعتي ولادك وربيتيهم وكبرتيهم حنا فرحانين، كون عندنا الاستطاعه ديالنا راه غنعاونوك. ولكن مع الاسف منين عطا لك حنا ما كاينش غادي يوصلك. المشكل فين جاني انايا المشاكل؟ من جد الدراري، جدهم هذا اللي كيقول جدهم. انا صراحه بصفتي هكا ما يشرفنيش نقول هذوك الدراري جدهم، حيت علاش؟ واحتراماتي لبعض الناس، لان ما هذا السيد هذا منين هو طمع فيا في مرت ولدو هذا ما يشرفنيش. والجيران عارفين هذا الشيء، هاد الجيران عارفين كل شيء. دابا اللي سولتي ليهم هما ما عندي مشكل يجي يسول. انا عندي المشكل يعني واش قبل الوفاه ديال الزوج ديالك؟ حنا هادشي هادشي هاد المشكل دابا هو الصراحه قبل فاش قبل ولد يموت ولدو ما كانش عندهم صراحه. وهاد العمام علاش مساكن الله يرحمهم ويوسع عليهم الله يعطيهم الخير، هما دابا توفاو في دارة الحق. عطاو هاد البقعه، قال لي ودي هذا وريسكر والو في الحياه نس، ديما كنعطيو ليه الارض، ديما كيشد حقو، شاد عندهم الاراضي، عندهم في حدا البحر حدا القصر السعودي، عندهم في تغازت، عندهم في المهم كثير الاراضي كيبيع ما كيدير والو، عاطيها غير العيالات والتشايره وداكشي. هذاك شغلو هذاك، ولكن هذيك الارض ماشي ديالو، ديال العمام ديالو. هو ما عنده داخل في هذيك الارض باش ما يمشيش يرفع دعوه بانني انا ناخذ السدس. يجي الا كان شي حاجه كتبت ليا بسميت ولدو، او حنا هجمنا لي على المحل. انا ما هجمت لا على المحل، انا ساكنه ما نكذب لك، انا داري ساكنه فيها وما عمرش واحد دق عليا الا هو. هو طامع فيا ديك الوقت، علاش ما يرفع بيا دعوه في ديك الوقت؟ ها عرفتي شحال دابا؟ راه 20 عام غير باش مات ولدو، علاش ما يدير تعرض؟ علاش ما يرفع دعوه؟ حتى بانوا ليه الدراري كبروا تبارك الله، حتى الدريه جوج جوجتهم هو بعدا. اصلا الدريه اللي جوجتها ما حملش، قالك علاش تجوجها؟ قال لهم قال الجارت علاش انا ما كنهضرش معاه، حيت علاش ما صالحش هاد السيد انا ما صالح ليش اصلا باش نهضر معاه ولا شي حاجه. اعطيني غير التقر، هو في دارو انا في المحل ديالي، خصك تشوف الدار هو اللي ساكن فيها. وانا كنطالب في المحكمه الاستئناف او الابتدائيه، كنطلبهم يمشيو يشوفوا بعدا الدار السيد فين ساكن اللي قال لك هو سلم لي الدار. هذه لا يعقل، هو براسو باقي في داك الدار ديال الكري ديال الحجر باقي فيها، وكان الرئيس باركو كيشد الفلوس ماشي حتى عطاها النزهه والسهاري. وفي الاخر قال لك انا كيوشك قوالو بالعيادينو، انا خصني نرغ السدسينو. فين هو السدس؟ اعطيني اثباتات. انا كنطالب يثبت ليا، يعطيني الاصل الملك ويعطيني باش نسلم هذا كاع هو فيه ديك الانسانيه وهذا الخير باش يعطي للدراري الدار. قلتي لي قبل بلي ديجا تحرش بك، واش هذا هو السبب يعني الرئيسي ديال هاد المشاكل؟
لان ما شفت حتى شي حاجه، شاف والو دي صافي خدمتي كبرت الاولاد. هو الصراحه انا الدراري ما كنلهمش، الدريات بناته انا ما تلمهمش صراحه ما كنلهمش. علاش؟ لان ما هو اللي دفعهم لديك المساكن يخرجوا الفساد، هو اللي خرجهم. ما كنحلاش على 4000 ريال على 100 درهم، اش غدير ليك؟ اش غدير؟ راه كانوا الناس عايشين غير باقل حاجه وبخير وعلى خير، الاسره محافظه، الاسره هذا ماشي. انا علاش نخرج اخويا ولادي؟ قال لك علاش ما تعطي للدريات؟ خصك تشوف هاد الدراري بعدا اللي غيخرجوا، وخرج هو. علاش ما يخرج هو؟ نخرج انا خويا نخدم، انا ما ولاتهم الا قد بيهم. علاش يخرجوا يخدموا؟ لا انا ولادي ما يستاهلش يخرجوا يخدموا، انا نخدم. انا كنت في اسبانيا هو اللي خرج عليا، راه عيطوا لي الناس اوري، قالوا لي دخلي. ودخلنا عليك بالله، واش انا مرا دايره فيا مرا وراجل؟ واش انا اللي حيت ليه ولادهم ديك الفساد في اورير؟ عيطوا لي قالوا لي هبطي، هذا راه دار البوردي في اورير، هذا ما كاينش دوم، راه ما كاينش صافي السلام عليكم. وكيعطيو ليه 200 درهم 4000 ريال اخويا خرج، وكان غيخرج لي حتى على ولادي. اصلا هو السبب، هو اللي كان غيخرج لي على ديك الدريات. جاب الله هوت والله الا دافع الاوراق. دابا انا جالسه كنقلب غير باش نرجع نخدم عاوتاني، هادشي ديال الفريز انا كنتقاتل. وانت عارف كلشي اللي بغى هذا راه كلشي بالمقابل، كلشي بالمقابل. علاش هاد السيد هذا ما عاطيك وعيد واحد ما عمرو شافو ولادي من وغيعطيهم غير التسع؟ انا كنطالب في المحكمه وكنطالب السلطات هاد السيد يعطيني التقار. وعمامو ولاد عمامو قالوا لي، قال لي اودي هاد السيده ما كتنبش عليك زعما الله يعمرها دار، يعني خصك تعاونها ماشي تجي دير لهم بحال هكاك، عطيهم التقار ما تبقاش تجي لعندها ديما. هو انا بالعيد العيد الكبير كيجي كيهجموا عليا هو وبنته وولدو. علاش؟ حيت هو بقى الانسان امتى هذا تا كيشوفك شنو درت. اما هو اللي ضاع ليه وداك الشيء راه ما باينش، لان داك الشيء مشى في الفساد ومشى في الصهاري وفي الكران ديال العيالات اخرين. ولكن انا منين طلع ديك شويه ديك 60 متر تابعني عليها، هو تابعني على ديك 60 متر. علاش؟ وانا ما غاديش نخرج من المحل ديالي، انا كنقولها من هنايا انا هذيك الدار ديال ولادي انا، واخا ضرب تمر وداك الشيء انا خليتها لوليدات ديالي. ما عرفت الوقت اش كتجي. نعم اخويا تحكم، قلتي تحكم بالافراغ، لان انا درت ثلاثه عاوني شي سيد لك كثر خيره في هذا المنبر عاوني في المحامي زعما كيعطيني هكا كيقول لي ها انت عطيه هذا السيد. ولكن ثلاثه المحامين حتى شي سلعه ما جاتني، ما عمري حضرت مع السيد في الجلسات بتاتا، لا في الابتدائيه ولا في الاستئناف، ما عمري جاتني لي استدعاء من غير لي الصلح في الابتدائيه. جاتني جوج لي استدعاءات من تماك ليه ما جاوش، كيقولوا لي ما يمكنش دراري في احدى المحكمات ديال الاستئناف، كيقول لي ما يمكنش اختي رحمه ما يمكنش ما تجي لك لي استدعاء. كنقول له والله ما جاتنيش لي استدعاء. ثلاثه المحامين هادو اللي كاينين دابا، وانا خويا رانا دابا الدري خرجتو دابا من المدرسه كيقرا اولا باك، والله الا كنت قاتل عليه باش هذا. وراك عرفتي تبعك الماء تبعك الضو تبعك المصاريف، راه ما نتوما راك عارفين بلا ما نقول انا هذا الشيء، ولكن راه كثير عليا، راه صعيب عليا هكا يجي في الاخر يبقاو يدقوا عليك جالك الافراغ. مالي انا ما هجمش، انا كنتصرف في المحل ديالي راه شادي الناس، قال لك نمشيو نشهدوا معاك ما كاين حتى شي مشكل. انا بان ما انا اللي ساكنه، انا اللي باني عندي الوراق، عندي انا الوراق باش كانوا كيدعوني في المحكمه على اساس علاش الضاله وعلى شادي. الشيخ راه عارفين تماك، عارفين الناس تماك في اوريل، رئيس الجماعه ولا هذوك القدام ولا هادو عارفيني مزيان. الدراري اللي مشاو ديال تغازو في البريغاد عارفيني، عارفني معقوله ما عندي انا داك التخربيق هذا. انا مقاتله مع ولادي، انا مقاتله معاهم، ما غاديش نضيع انا ولادي، وانا داكشي اللي بغاه هو ما غاديش نوصلوا معاه. تحرش بيا، درت به شكايه ولكن والو ما وما نكذبش عليك الصراحه. ملي كنشوف السيد وصلوا حتى 60 عام ولا 70 عام ما اصلا انا كنجنب ديك المشاكل، فهمتي؟ ما عرفتش اش نقول لك، كيجيك واخا هو ما يستاهلش، وانما انا ما كنبغيش نوصل السيد داك هذا. نبقى نطلع معاه ونهبط جدك ماشي في المرتبه ديال باك، راه جدك هذاك. ولكن هو ما يستاهلش ديك الاحترام من هكاك، لان تجيو تسول خصهم يجيو يسولوا عليه. هذاك ما يستاهلش ديك الاحترام والتقدير، وما يستاهلش كاع الصراحه. انا من هذا المنبر والله الا ما يستاهلش يكون جدك الدراري. خصك تشوف ديك الوليدات بعدا وعاد بنادم يحكم، ما يبقاش يخرج الهضره بلا ما يشوف بلا ما يجي يشوف بعينيه، ما يبقاش يبقى يهضر غير بلا بلا هكاك. لا يجيو تشوف هذوك الاولاد ما يستاهلوش. لكن كيشوف فيك شنو تبغي تقول ليه؟ انا كنشوف نشوف فيه يعطيني التقار، يبعد عليا يدير. علاش ما دارش؟ كان هو الرئيس ديال لاباركو، انا طلبته غير على ميكات الحوت. انا كنقول لك في 2002 فاش ما تولدوا والله الا ميكات الحوت عقلتي ذاك الوقت اللي كيكون ديال الدرهم
جا وكيعطيني غير شويه د الحوت. داك الوقت راه انا ديك الساعه باقيه صغيره شويه والدراري هذا قاصرين مره وباقي التصاور ديالهم هذا. هو قال لي سيري سيري جيبيه، سير جيب الحوت مالكي، سير تخدمي على ولادك. انا خدمت اخويا على ولادي، انا ضرت على ولادي، انا جوجت هاد الدريه، انا سيدي يعطيني التقار، انا يعطيني التقار وانا كنطالب بالناس الله يكثر خيرهم يرجعوا هاد الملف ليه التحقيق. الا كان هاد السيد وجاو لعندو فين ساكن هو اللي بنى هذيك الدار، قسما بالله الا تنخرج لي نخرج منها ونمشي عاوتاني نبدا الحياه اخرى، والارزاق بيد الله، الارزاق بيد الله. انا هاد السيد عطيني غير تيقار ولا غير، ما كنطلع كل مره كيجيو راجل كبير. واش انت دابا غديري راسك في راجل وحده؟ ودابا المشكل كيمشي هنا الا شتي الافعال ديالو قسما بالله ما يديرو الشيطان الافعال اللي كيدير هو، ولكن هذاك الشيء كيبقى ليه هو نهار اليوم الحساب الله يعاونو. غير انا يعطيني اتساع، انا ما غاديش نبقى تابعه غير المحاكم على خوال خاوي على يطلع لهنا هبط لهنايا لا قول هذا دير هذا. انا عندي باقيه عندي مسؤوليه، باقي عندي الدار تخلص الماء تخلص الضو راك عارفين. والدري دابا انا وقفته هذا العام هذا والله الا وقفته ولا باك علاش على مسبته هو. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. رسالتك الاخيره؟ رسالتي الاخيره خويا هاد السيد هذا ما نافعك حتى شي حاجه، وانا كنطالب بالناس يرجعوا عاد النظر لهاد الملف هذا، يشوفوا هاد الملف هذا. وهاد السيد هذا يعطيني بالتقار الله يرحم الوالدين، انا ما عمري طلبته وما عمري عرفت عليه، واخا حتى خنشد دقيق ما جابها للدراري وعمامه ساكنين حدايا عندهم الحانوت وعندهم هذا. دابا ما عاطيني حتى شي حاجه، ديما يجي يدق عليك ديما يعطيني 4000 يعطيني 6000. واش هاد السيد غيبقاو يخدموا عليه؟ واش هاد السيد عمامو ما عمرهم دخلوا على الخط؟ ما عمرهم دخلوا عمامو ماتوا لا توفوا هذوك مساكن الله يرحمهم ويوسع عليهم مساكن، لا توفوا بقى ولادهم كاينين ولادهم، ولكن ولادهم مساكن زعما انا عرفتهم مشيت لعندهم كيقول لي احنا ما وصليناكش هذيك الارض عطوها لكم والدينا احنا عارفين، ولكن ما كاينش اللي غيوصلك. المشكل فين جات لك؟ هذا في جدهم، فعاد ما يعاونني في الاولاد ويوقف معايا ما حاملش هو الدراري بصفه نهائيا، وعارفين الجيران شنو كاين، ولكن انا غيعطيني غير تسع انا مقاتله معاهم. انا هاد الدراري رانا مضاربه معاهم لحد تسع، انا مازال من 2002 لدابا انا باقي مقاتله معاهم. انا ما غنفرطش في ولادي والحمد لله، انا كل واحد غندير ليه محل ديالو نتقاتل معاه وكل اخر هذا، ولكن هاد السيد هذا راه ما غاديش يوصل داكشي اللي بغا هو، غيشرد بنات ديالو نشرد انا ولادي. هادي راه ما غاديش تقول ليه، وخا يدير السحور وخا يمشي عند فوقها وما خلى ما دار، غير كيجري من هنا لهنا ولكن شغلو هذاك. فهمتي؟ انا كنطالب غير بالحقوق ديالي، لان كتجي لك بحال شي حقره. علاش ما يعيطوا لي؟ علاش ما يصيفطوا لي؟ يستدعوني يقولوا لي يا ودي هذا السيد اش كيقول واش كيقول واش كيقول. نتواجه انا وياه ماشي مشكل، يعطيني غير اثباتات هذا السيد ما عنده والو، خصك تشوف الدار فين ساكن بعدا هو الاول. انا كنطالب في الحكومه تجي تشوف الدار فين ساكن بعدا هو هذا السيد، وراه ما دار والو في الحياه ديالو. دابا هو كيقول لك انا ضعت انا غنزول ليها الكراج، كيضرب فيه ولاد عمو كيقول لي انا غنزول ليها المحل، وغير اجي نزول هي راه ما كاينش القانون، هي ما كاينش الحق، ما يمكنش. واش انت تبني ويجي واحد يدي غير هكاك شفويا ما باني ما دار حتى شي حاجه في الحياه ديالو، صافي يبقى هو حاضك انت، وما عنده هذا السيد ما يدير غير قالك الجامع، وعلى هذا كيدخلوا الناس للجامع يودن يكون مؤدين، صفر الله العظيم بحال هذا الماركه هذا راه ما كيدخلوش الناس للجامع، قالك مؤذن. فين جا لي هذا الاذان؟ هو باقي كيمشي لتغزوت، باقي حاليا والله الا كيمشي لتغزوت، وجر على بنته ما بقات كتجيب ليه مسكينه بوفري. انا ما عندي ثق فيهم شغل، هذاك بنته هو حر، كل واحد حر في حياته. انا جمعت غير ولادي عندي، هو شغلو هذاك، هو خرج على بناته خصني نخرج على ولاد بنته ولاد ولده، راه هادشي راه غير منطقي هذا. وانا ما غنفرجش في ولادي، وانا كنتقاتل الحمد لله على ولادي ديالي، وانا كنطالب غير بعد النظر في هذا الملف يرجع. ونجلسوا انا وياه ونتحاوروا انا وياه حدا القاضي ولا حدا في المحكمه ونتحاوروا انا وياه. انا كنطالب بعاد النظر ديال ديك الملف يرجع، ماشي كل مره يجيو يدقوا برا على الدري مره هذه لا وهجا الافراغ لا وهذه، وانا ما حاضراش. وبالافراغ شنو؟ قول لي بالافراغ ديالاش؟ يلاه ما ديالاش هذا الافراغ. انا كنت صدمت، راه حشومه هادشي، وغير لا كيس اش حكا تشدي في التقاعد 10000 ريال، وربي ضحنا عليكم بالله واش 10000 ريال دايره شي حاجه في هاد الشهر كامل. والدراري عندك تبارك الله راه باغي يقرا باغي يركب الطوبيس، تخلص لي الطوبيس تخلص الماء تخلص، ولكن اللهم لك الحمد
انا كنطالب غير هذا السيد هذا يعطيني ابتقار صافي. انا ما بقيت كنحملو كاع، حتى الجيران ما بقاش كيحملوه بالاسلوب اللي فيه والتصرفات. كيقول لك الله يعطيه ربي المرض، ديما كيدعيو فيه. علاش؟ راه كيقولوا لي عاونها، عاون السيده، ماشي تمشي تدعيني وترفع بيا دعوه باش زعما راه ما غاديش بجد الله راه ما غاديش نطيح الارض. راه هذه انا كنقولها ونعاود نكرر، انا ما غاديش غادي نتقاطع على ذوك الاولاد واخا نكري كاع محل الا راني نفرض الا وصلت الوقت هكاك راه غنتقاتل انا على ولادي. انا ما غاديش نتخلى عليهم وغادي الحمد لله نجوج وكل واحد يمشي لداكشي اللي بغا هو. انا ما غاديش نوصل لداكشي اللي في العقل ديالو الخامج، حيت عقله خامج هاد جدهم هذا، انا ماشي خامجه بحال عقله هو باش نمشي انا نضيع انا ديك الدريات على مزينتهم مساكنين يقراو ويوصلوا واحد هذا نمشي انا نضيعهم. قال لك لا، علاش ما ديهم تخدموا في الديور على هذوك يخدموا وخدم نتايا ولمو هو يخدم، علاش ما يخرج هو يدير الطبله ديال التفاح ويخدم ويعاون ولادو ولدو يدي غير لاجر؟ هذا ما كيعرف لا لاجر لا والو، كيعرف لا هذا يعطيني غير التقار، كاع ما دار الخير في دارو، ما دار الخير في راسو، في راسو ما دارش، والله ما دار الخير في راسو. دابا بقى عاد ندم مع الحل، حتى شرف عاد ندم هو مع الحل بان راه كنت كندخل فلوس وكندير وكندير. اه هي دارت، اه انا تقاتلت على ولادي وجمعت ولادي وبنيت ليهم وتقاتلت 60 متر عباد الله، ما عنديش فيلا انايا، راه عندي غير 60 متر اللي عطاوني داك الناس الله يكثر خيرهم، وتقاتلت معاها ديك 60 متر وراه غنشري انا ارض اخرى. كون عرفت هذيك الارض بان ما هي سميتو هو اخويا راه ما غنمشيش انا نخسر رزقي تما، كنمشي نتقاتل حتى انا كنتقاتل. كتنوضي الصبح الصبح تمشي تقاتل تعطي لواحد يجي يديها قال لك هذا الشفويه، راه هذيك عطاوها ليه غير عمامه هو، هو لا علاقه ليه بديك الارض، لا علاقه ليه مره، ما عندوش هو في هو براسو ما عندوش، خلى الدار قديمه عليه يجيو يشوفوا، يجيو عندي مرحبا بهم. اللي جا انا ندخلو الدار ويطلع ويشوف الدار ديالو هو فين ساكن، وانا كنطالب في الحكومه يجي يشوفوا السيد فين ساكن بعدا. هو الاول اللي قالك هو سلم لي الدار وما باباني حتى جلب على ظهره صحيحه، عطاها هو غير الدري العيالات وهذا. انا كنقولها هكا والناس عارفينه، وعرفتي الشلح شويه كيحشموه ما كيبغيوش الصراحه، الشلح اللي تماك قدام وداكشي وتقول لك الله ادعي ليه الله. ايوا ديما حنا ندعيوها الله يعطيني غير اتساع، كيقول لك اودي حنا وانا عرفتهم هما كيحشموا ما كيبغيوش يوصلوا لشي حوايج راك عرفتي هنايا يعني. كيقول لك اش غنديروا ليه الله يخلص ليه. هما هو الصراحه ما صالح لي يدخل الجامع ولا ها هي دابا عندي غير الورقه ديال كيس دار الدري تهرس، والله القسم الا كان نطلع ونهبط ادير شكايه لا داولك هذه لا حقه داولك الفلوس لا ها ديال العمليه درت لي 160 الف ريال فين هي؟ كان طلع نهبط راه دابا 5 سنين ومع 6 سنين ها هي الورقه ويني شكون؟ راه ما كاينش معاونه ما يعاونكش هذاك السيد نهائيا. ها كيشوفك شنو جبتي ها ما تيودينك تيود كرا صيفطينا كرا في اسبانيا، ولكن باش يعاون شي حاجه راه والو ما كاينش، راه حشومه وعيب وعار طمع في مرت ولدك. اش هذا الاسلام هذا واش هذا؟ ما فهمتش انا والله الا ما فهمتش هذا السيد ما تفهمت لي ملي ما شاف والو والو هذا. ملي جيت من اسبانيا ونض ليه وخاصمت عليه وقلت لي علاش ودي درتي هكا ودرتي هكا علاش هاد الدريات هذا انا الصراحه كنقولها ما من المنبر، انا درت البنات ديالو خافوا دخلوا للدار والناس عارفين هاد الشيء والدراري ديال الطغاز وكل شيء. قلت لي علاش تخرج الدراري هكا؟ علاش يجيو الاولاد ويجي هذا؟ علاش؟ علاش ما يقراوش؟ علاش ما يجمع الاسره ولا لا؟ علاش ما يجمع الاسره ديالو؟ وكيفاش انا نقول لي جدي هاد السيد هذا وولدو كان خرج سكيري قال لك اذكروا امواتكم بالخير، ولكن السيد ما عندوش حتى هو الورثه. علاش عطاو ديك باش يفهموا الناس هاد 60 متر علاش عطاوها ليا؟ كيقولوا لي هادو راه ما دايرين والو، راه غير كيبيعوا الارض كياكلوها ما تيديروا والو في الحياه ديالو، ومازال هذيك ما تعرفت راه دير شي حاجه، اما هادو راه ما غيديروا حتى شي حاجه. دابا عاد بان هو الدار وبان ليه السدس، فين هو السدس؟ مين جا السدس؟ مين جا هاد البني؟ يعطيني وريني. انا كنطالب في الحكومه ارى لي اخويا السندات باش عطيت هاد الاولاد. اه كاع هادي فيه خير، عيد واحد في حياتهم من 2002 حتى لدابا ما عمرهم هاد السيد هذا عطاهم، وقسما بالله العظيم ما عطاهم واخا عيد من غير عندي. واحد عمتي الله يكثر خيرها في فرنسا هي اللي معاوناني مره مره كتصيفط ليا، والله البنكه ما غاتكذبش والناس راه كيشوفوا كلشي بعينيهم، وانا كنتقاتل على ولادي والحمد لله. وني شافني هذا بقى فيه الحال، السيد بقى فيه الحال عاد رفعت انت رفعتي الدعوه، وداكشي راه ما يكليكش. انا كنطالب غير بحقي، ما كنطالبش شي حاجه من غير حقي، انا كنطالب غير بالحقوق ديالي انا صافي.